بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. قال الإمام ابن السبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والصحيح وأنه من عوارض الألفاظ. كنا قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن مسألة مهمة، وهي: هل توصف المعاني بالعموم كما توصف الألفاظ بالعموم؟ هذه هي أصل مسألتنا، وهي اتصاف المعاني بالعموم كما أن الألفاظ تتصف بالعموم. فقال: وأنه من عوارض الألفاظ فقط، يعني أن العموم وصف للألفاظ على جهة الحقيقة ولا توصف به المعاني على هذا المذهب الصحيح، لا حقيقة ولا مجازا. يعني أقول مثلا: لفظ عام، ولا أقول معنى عام، لا حقيقة ولا مجازا. لماذا؟ لأن العموم في تعريفه لفظ اندرج تحته أشياء كثيرة، وهذا لا يصدق إلا في اللفظ، لأن اللفظ تحته أشياء، يعني منها الإنسان. الإنسان هذا لفظ عام، هذا اللفظ يندرج تحته زيد وخالد وعمر، فصدق عليه حد العموم. هل الألفاظ المعاني تتصف بذلك؟ على هذا المذهب لا، فلا نقول معنى عام، ولا نقول، ونقول لفظ عام. هذا معنى عام لا يجوز، لا يصح، لا على سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجاز، فاتصاف بذلك ممنوع على هذا المذهب الصحيح. وهنا العلماء قرروا حقيقة مهمة، وهي أن العموم لا خلاف بين العلماء في أن الألفاظ تتصف بالعموم، والخلاف بينهم في المعاني، هل تتصف بالعموم كما تتصف الألفاظ بالعموم، وهل ذلك على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. المذهب الصحيح أنها لا تتصف بذلك مطلقا. المذهب الثاني الذي حكاه ابن السبكي في الكتاب، قال: وقيل والمعاني. يبقى والمعاني من المتن، الواو من المتن، و يبقى قيل والمعاني، يعني وكذلك المعاني تتصف بذلك كما تتصف الألفاظ. فالعموم من عوارض المعاني كما أن الألفاظ تتصف بالعموم، يبقى العموم من عوارض المعاني وكذلك من عوارض الألفاظ. هذا المذهب اختلف أهله، أو اختلف الذين فهموه، هي تتصف بالمعاني كما تتصف الألفاظ، فيكون ذلك من قبيل المشترك اللفظي، وأم يكون ذلك من قبيل المشترك المعنوي. مشترك اللفظي يعني إيه؟ يعني لفظ واحد وضع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، يعني كأن الواضع وضعه، يعني وضع لفظ العام للمعنى على حدة كما وضعه للفظ على حدة، فأصبح اللفظ قد وضع له بوضع مستقل
وكذلك المعنى قد وضع له بوضع مستقل، فيكون حينئذ من قبيل المشترك اللفظي، لأن هذه هي حقيقة المشترك اللفظي، أو أنه وضع لمعنى يشمل المعاني ويشمل الألفاظ، فهو وضع لأمر واحد يشمل أمور، فيصدق على الألفاظ أنها أمر واحد شمل أمورا، ويصدق على المعاني كذلك أنه أمر واحد شمل أشياء متعددة. فهؤلاء الذين فهموا هذا الرأي وهذا القيل اختلفوا فيما بينهم على هذين الوجهين. الشيخ القطيب يقول: فيكون مشتركا بينهما كالمتواطئ. ده مذهب، يعني هو مذهب واحد لكن اختلف العلماء في فهمه. بعضهم يقول هو مشترك معنوي، يعني ايه؟ يعني العموم موضوع للقدر المشترك الذي يصدق على المعاني ويصدق على الألفاظ. القدر المشترك اللي هو يبقى الشمول، وكل من الألفاظ والمعاني يصدق عليها أنها شاملة لأشياء. وهذا الفهم صححه ابن الحاجب، فيكون موضوعا للقدر المشترك بينهما. ايه هو القدر المشترك؟ تحت عندك المحقق رضي الله عنه وارضاه قال: القدر المشترك هو الشمول، وكل من اللفظ والمعنى يصدق عليه انه يشمل اشياء متعدده. وقيل: لا، احنا هنفهم انه هو موضوع لكل واحد على حدة. بمعنى ان احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول هذا لفظ عام، فاطلقنا العموم على اللفظ، وهذا معنى عام فأطلقنا العموم على المعنى. ها، خليك معايا. والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون قولك لفظ عام مثل قولك معنى عام، لا يختلف الأمر بينهما، حيث إن الواضع قد وضع معنى أو لفظ أو وضع العموم لهذه الحقيقة على حدة وهذه الحقيقة على حدة، وضع العموم في قبل الألفاظ على أن لفظا يشمل أشياء متعددة، يشمل أفرادا، ووضع كذلك العموم المعنوي في شيء يشمل عدة أشياء. طيب، هل ده بقى بيشمل المعاني الذهنية والمعاني الخارجية؟ الشارح قال: نعم، يبقى يشمل المعاني الذهنية، يعني المعاني التي لا توجد إلا في الذهن، فإن وجدت في الخارج وجدت في جزئياتها، مثل معنى الإنسان. مال الإنسان؟ الإنسان معناه الحيوان الناطق، في حاجة بره كده، بره الأذهان، اسمها الحيوان الناطق، من غير أن توجد في شخص. لا، هذه الحقائق الكلية، كلية يعني إيه؟ التي لا يمنع نفس تصورها من وقوع الشركة فيه، هذه المعاني الكلية التي يشترك فيها كثيرون لا توجد إلا في الأذهان، إن وجدت في الخارج تشخصت. يبقى الحيوان الناطق لا يوجد هكذا، إنما يوجد في أفرادي. أفرادي دي اللي هم مين؟ خالد وعمر وإلى آخره، وكل هؤلاء مشخصات لي. لحظة واحدة عشان ما يملش الفتى، خد
بس أختي. فإنه من المعاني الكلية اللي هو الإنسان ده معنى إيه؟ كلي. كلي يعني لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. فالحيوان الناطق يشترك فيه عمرو وزايد وخالد، لكن هذه الحقيقة اللي هي الحيوانية الناطقية إنما توجد في الأذهان فقط، فدي بقى اسمها معاني ذهنية أو معنى خارجي. معنى خارجي ده اللي هو المشخص الذي يوجد في فرد معين، الذي يوجد في مشخص. مثل يقول لك ايه؟ المطر. المطر ده لما بيقع في أرض بيلتزم نقطة معينة في مكان معين، كونه في مكان معين ده تشخصه، في هيئة معينة ده تشخصه. المذهب الثالث وقيل هنا بقى ده تفصيل. يبقى عندي مذهب يقول، وهو هذا هو الصحيح، لا تتصف المعاني بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. عندي مذهب آخر يقول والمعاني تتصف بالعموم كما تتصف الألفاظ، حقيقة يعني على سبيل الاشتراك المعنوي أم على سبيل الاشتراك اللفظي. قيل وقيل، هل هذا المعنى يشمل المعاني الذهنية التي لا توجد إلا ذهنا وهي المعاني الكلية، ويشمل المعاني الخارجية؟ نعم. وقيل به في الذهني. يبقى هذا المذهب مذهب إيه بقى يا مشايخ؟ مذهب مفصل. مذهب إيه؟ يفصل بين المعاني الذهنية اللي هي الحقائق الكلية التي لا توجد إلا في الأذهان، وبين المعاني الخارجية التي توجد في شخص تتحدد بذات أو بمحل أو بمكان أو بهيئة أو بصفة. يبقى عندي معاني ذهنية، المعاني الذهنية توصف بالعموم. لما تتأمل هو عبارة عن ايه؟ ما هو الحيوان الناطق ده ايه؟ الحيوان نفسه، ما هو عندك مثلا الحيوان، حيوان ديت ده كلي لا يمنع نفس تصوره من ان يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. حيوان يصدق على الكلب وعلى الهرة وعلى الإنسان وعلى وعلى وعلى، حلو كده؟ يبقى شيء واحد اهو شامل أشياء. أما المعاني الخارجية لا يتصور فيها الشمول، لأنها إذا وقعت خارجا هتلزم محلا معينا في زمان معين في ذات معينة، فلا توصف بأنها يندرج تحتها أفراد. زي حضرتك كده، أنت مشخص، هل أنت بقى يندرج تحتك أحمد وخالد وعمرو وزيد؟ طب الحيوان الناطق لا هيندرج تحته زيد وعمرو وخالد، ده من حيث التصور الذهني. يبقى الشمول حاصل في المعاني الذهنية حيث يصدق عليها أنها تشمل أمور متعددة. طب والمعاني الخارجية كالمطر أو حضرتك كده بالظبط لا تشمل إيه؟ يعني إذا كنت من زكوان، زكوان ده هيشمل فريد، وما اسمك؟ نزال. ميزان. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني انت ميزان واحد مش موازين. طيب يا رب اجعلك هكذا ميزان في العلم وميزان في الطاعة وميزان في كل شيء. فهل ذكوان هذا المشخص اللي قاعد امامي يشمل هذا ويشمل؟ لا، ما فيش شمول. يبقى الشمول متصور في المعاني الذهنية غير متصور في المعاني الخارجية التي تتشخص بذات ومحل ومكان الى اخره.
طيب انتهينا من هذا على ما ذكره الشيخ هنا، ثم شرع يتكلم على شيء آخر ويقال للمعنى أعم، ده من حيث الاصطلاح يقال المعنى أعم. أعم من إيه؟ من معنى آخر. وللفظ عام، يعني لما أجي أصف اللفظ بالإيه؟ أقول اللفظ لفظ عام، ولما أصف المعنى أقول معنى أعم. وده مجرد اصطلاح عايز يفرقوا بيه ما بين أوصاف الألفاظ وأوصاف المعاني، يبقى مجرد التفرقة بين وصف اللفظ، يبقى عندما نصف اللفظ هنصف اللفظ بالإيه؟ بإنه عام. هنصف المعنى نصفه بالأعم، يبقى كما يقول القراني شارح الكتاب هذا مجرد اصطلاح فقط ولا مشاحة فيه، لا يدرك له وجه. إيه بقى وجه هذا الاصطلاح؟ حاجة واحدة فقط، أرادوا أن يميزوا ما بين أوصاف اللفظ وأوصاف المعنى. طيب، وللفظ عام، كلام جميل وكلام بقى طويل في هذا الإيه؟ في هذا الباب. يقال للمعنى عام، للمعنى أعم. طيب، وهل يوصف المعنى بالإيه بقى؟ قالوا برضك وللمعنى يقال له أخص، يبقى المعنى يقال له إيه؟ أعم وأخص، واللفظ يقال له عام وخاص. حلو كده؟ كما يقول الخطيب هنا واضحة جدا تفرقة. هنا بيلمح إلى سبب الاصطلاح بين الدال اللي هو اللفظ والمدلول اللي هو المعنى، كلام القرآني، لكنه ساغه وساقه بلفظ آخر، لكن هي الفكرة واحدة، إن هم أرادوا أن يفرقوا بين وصف اللفظ ووصف المعنى، فإذا وصف المعنى قال إيه؟ أعم وأخص، وإذا وصف اللفظ قال عام وخاص. طيب، هنا بقى سؤال أجاب عنه أيضا، يعني هذه فائدة لا ينبغي تركها، فمن تركها خسر. هنا بقى السؤال، أعم وأخص أفعل يا أولاد؟ أفعل تفضيل، أفعل إيه؟ تفضيل. طب وخاص؟ اسم فاعل. وعام؟ اسم فاعل. أفعل التفضيل دي يعني إيه؟ بتدل على إن في اتنين اشتركوا في معنى، إلا أن أحدهما قد زاد في هذا المعنى، مش كده؟ يقول لك مثلا رمضان خير الشهور، يبقى أعم أفضل. لماذا بقى خص المعنى؟ ها، خلي بالك السؤال هنا بقى للذهن لابد أن يفكر فيه وأن يجد له مبررا سبب، لماذا جعلوا المعنى يتصف بأفعل التفضيل ويتصف اللفظ باسم الفاعل؟ قال لأن المعنى أهم من اللفظ، لأن المدلول أهم من الدال. هو إيه المقصود في هذا؟ المقصود هو المعنى، إنما الألفاظ قوالب للمعاني وليست مقصودة لذاتها، إنما جيء بها من أجل أن يتوصل بها لتوصيل المعاني إلى الغير، للتعبير عما في النفس. فكانت المعاني
أهم من الألفاظ. ولذلك يقول: وخص المعنى بأفعال التفضيل لأنه أهم من اللفظ. هو أنت دلوقتي رايح الرواق بتركب سيارة، هي السيارة مقصودة؟ لا، ده المقصود أنها توصلنا إلى أماكن، آلة من الآلات، إنما المقصود هو نفس المكان الرواق. وبعضهم خالف في هذا الاصطلاح، فبيقول لك في المعنى أيضا عام اصطلاح، وكما قلنا باب الاصطلاح واسع، ولذلك العلماء لا ينازعون فيه، لأنه يعني عملية وثاقية. أنا هسميه كذا، لا وأنا هسميه كذا، سمي زي ما أنت تسمي، أهم حاجة المعنى. وبعضهم يقول في المعنى عام، وخلي بالك عام بالتشديد، أما بالتخفيف يعني بيسبح، ها يبقى عام يعوم عام. يقول في المعنى عام كما مر، حيث قال وقيل والمعنى وخاص، فيقال لمعنى المشركين عام، هو على حسب الكتاب معنى المشركين هيقال له أعم، وعند ذلك البعض هيقال له عام، مش مانع اصطلاح، ويقال لللفظ خاص، ويقال لللفظ عام. وهنا بقى في المشركين لا يقال له خاص، ليه؟ لأنه قد اتصف بالعموم. كلام جميل. بعد كده بقى هيتكلم على مدلول العام. بعد كده هيتكلم ابن السبكي في هذا الكتاب الماتع جمع الجوامع عن مدلول العام، يعني ما يصدق عليه اللفظ العام أفراده. وهذا الكلام إنما يقال في التركيب، يعني المشركين لا أستطيع أن أتكلم عن مدلوله إلا إذا حولتها إلى جملة. المشركون مالهم بقى؟ مدلولها إيه؟ هو لفظ عام، لكنك إذا أدخلتها في جملة حينئذ نبحث عن مدلول المشركين في هذه الجملة، هل هو كلية ولا كل، واخد بالك، ولا كلي. لدي ثلاثة مصطلحات، عندي كلية، وعندي كل، وعندي كل. طيب في السلم بيقول ايه بقى؟ والكل حكمنا، يبقى الكل اهو حكمنا على المجموع، لا تحكم فيه على كل فرد فرد، والكل حكمنا على المجموع، ككل ذلك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. والكل، والكل ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. هذه ثلاثة مصطلحات. الأول اللي هو إيه بقى؟ والكل حكمنا على المجموع، لا نحكم فيه على كل فرد فرد، إنما نحكم على الجميع، نحكم على المجموع لا على الجميع. فنيجي نقول لك بقى أهل البلدة، ده المثال، يحملون الصخرة العظيمة، يبقى ده إيه؟ الكل، والكل حكمنا، ها يبقى بنتكلم فين؟ في الكل، لأنه بدأ بها في السلم، مع أنه هنا بدأ بالكلية،
مش كلية الشريعة ولا كلية العلوم، لا، الكلية الاصطلاحية العلمية. أما كليات الشريعة وهذه الكليات هي من الكليات التي تعلم هذه العلوم. طيب، أهل البلدة يحملون الصخرة العظيم، هل كل واحد بيستقل بحمل الصخرة أم أنهم يتشاركون في حملها؟ لا يتشاركون في حملها. يبقى لما أجي أقول أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، هل هذا حكم على كل فرد من أفراد البلدة بحمل الصخرة؟ لا، إنما حكم على المجموع، يعني كلهم تشاركوا كده ورفعوها، لم يستقل واحد من هؤلاء برفعه. يبقى أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، ليس هذا حكم على أن كل فرد من أفراد هذه البلدة يحمل الصخرة بمفرده، إنما حكم على المجموع. يبقى المجموع دول كلهم هم الذين حملوا إيه؟ الصخرة العظيمة. يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه كل، والكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع. ده بيشير إلى حديث ذي اليدين، وهذا الحديث طويل، لكن المثال الذي يعني يكون أقرب ولا شيء فيه اللي هو أهل البلدة يحملون الصخرة العظيم. طيب عندنا بقى وحيثما لكل فرد حكما. يبقى وحيث كان الحكم وارد على كل فرد فإن ذلك الذي يسمى بالكلية. بقول بقى جاء، خلي بالك، الطلاب لدرس الأصول، حكم على مين؟ حكم على خيري بأنه جاء الدرس، جاء الطلاب درس الأصول، يبقى حكمنا على كل فرد من أفراد الطلاب بأنه قد جاء. معنا كام؟ معنا مثلا 15. حكم على كل فرد من هذه الأفراد 15 بأنه قد حضر الدرس. حلو كده، كله. يبقى الإنسان حيوان، يعني كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية، وليس هذا على سبيل المجموع إنما على سبيل الجميع. وحيثما لكل فرد حكم، يعني حيثما ورد الحكم على كل فرد من أفراد هذا العام فإنه يكون كلي. طب والكلي؟ لا، ده الكلي ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. أهو يعني إيه؟ يعني لما نيجي نقول الحيوان، حيوان ده كلي، لأنه إذا تصورنا الحيوان وهو الذي فيه حياة لا يمنع نفس هذا التصور من أن يصدق على خيري، فأقول خيري إيه؟ خيري حيوان، يعني حيوان يعني فيه حياة. ميزان حيوان يعني فيه حياة. ذكوان وهكذا. يبقى الكل ما لا يمنع، إذا تصورنا المعنى هذا المعنى صدق حمله على أفراد متعددة. طيب لما نيجي بقى نضع العام في جملة، لأن الكلام على مدلول العام في التركيب من حيث أننا حكمنا عليه، يعني بنقول إيه بقى؟ بنقول فاقتلوا اللي هو الداري في الكتب المشركين. يبقى المشركون محكوم عليهم بالقتل، وهذا مثال. حلو كده يا مشايخ. يبقى احنا هنتكلم على دلالة المشركين في التركيب من حيث الحكم على المشركين، حكمنا عليهم بايه؟
القتل. يبقى من باب الكلية، بمعنى ان كل فرد من افراد المشركين محكوم عليه بالقتل. ولذلك قال اي محكوم فيه. محكوم فيه يعني فين بقى؟ في الكلية دي او في العام؟ محكوم في العام على كل فرد مطابقة، يعني حال كون ذلك مطابقة، يعني كأنه هو بيقول كده والعام في قوة جمل متعددة. فيبقى كأني قلت ايه بقى؟ زيد المشرك مقتول، وهكذا. يبقى كأنها ايه؟ على سبيل المطابقة، لأنها في قوة جمل متعددة، يبقى مطابقة، لأنه في قوة قضايا تعدد أفراده. يبقى زيد المشرك مقتول، وعمر المشرك مقتول، وخالد المشرك مقتول، وإلى آخره، وهكذا. يبقى هو في قوة ايه؟ قضايا متعددة، سواء كان ذلك في باب الإثبات أو كان ذلك في باب النفي. يبقى باب الإثبات كما يقولون إذا كان خبرا أو كان أمرا، كما في الكتاب، إثباتا خبرا أو أمرا، كقوله إذا جاء عبيدي فأكرمهم، يبقى هنا ده ايه؟ ده أمر. يبقى ده ايه؟ ده أمر. طيب يبقى جاء، إذا جاء عبيدي، عبيدي دول ايه؟ ها، عبيد ده جمع، ها، مضاف، والجمع المضاف ايه؟ يعم. خليك معايا بقى عشان نفهم القضية كويس. إذا جاء عبيدي، طب الحكم فين بقى؟ أكرمهم. يبقى العبيد الموصوفون بالمجيء محكوم عليهم بالإكرام. حلو كده؟ يبقى ده إثبات ولا نفي؟ ده إثبات. إذا جاء عبيدي فهم مكرمون، ده خبر، يعني محكوم على. طب أنت عندك كم عبد؟ عندي 15 عبد، زيد وخالد وعمر وإلى آخره. فمعنى ده إيه؟ إذا جاء عبيدي فأكرمهم، يعني إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا جاء عمر فأكرمه، إلى آخر العبيد. ولذلك قال ذلك في قوة قضايا متعددة تعددت أفرادها، أو سلبا. والسلب ده على نوعين، السلب يعني نفيا، أو السلب نهيا. يعني السلب في باب النفي، والسلب كذلك في باب النهي، لأن النهي مآله إلى العدم، لا تأكل معناها إيه؟ يعني معناها لا تدخل حقيقة الأكل في الوجود، كقولك ما خالفوا لا تهنهم، نهي. يبقى ما خالفوا لا تهنهم، أي جاء فلان وجاء فلان وأكرم فلان. إيه ده؟ اجعلها جملتين الشيخ. يبقى جاء عبيدي أو فأكرم عبيدي، يعني جعلها، جعل إذا جاء، يبقى إذا بقى دي تتشال، لأن الكلام يفهم إن هم إيه؟ جاء فلان وجاء فلان وأكرم فلان. الله. طب شوفوا لنا كده أمثلة، هات لي كده الثمار.
لأن كده ده معناه إن دول مثالين مش مثال واحد. واحد في الخبر وواحد في الأمر. لا حلو. فاهمين حاجة؟ مدرس الأصول. هو يعني هو مصدر العبارة فغالبا هتلاقي الكتاب الخطيب مصدره اتنين، الثمار وغاية الوصول ثلاثة كمان، والمحلي وحشة شيخ الإسلام زكريا على الإيه؟ جمع الجوامع بس. ده غالب النقل. بعد تتبع كثير وكثيف لعباراته. نشوف الكلمة كده ونطلع فين؟ هات بقى من ثلاثة دول. فهي هنا بيقول لك إيه يا عم الشيخ؟ بارك الله فيك. ها، من جمع الجوامع إلى الثمار اليوانع. فبيقول أهو، بيقول: ومدلوله من حيث الحكم عليه كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده. هنا تعدد أفراده، لا تعدد أفراده تنفع يعني في قوة قضايا، تعدد أفراد هذه القضايا أو بعدد أفراده، لأنه هو يعني نشوفها دي كمان. طيب بعدد أفراده، شوفوا لنا كده المحلي. إثباتا خبرا أو أمرا نحو، يبقى هنا كقوله جاء عبيدي، ده مثال يا أولاد، يبقى شيل إذا، شيل إذا. ولذلك هي يقول المحقق: ما بين المعقوفين أثبتناه لحاجة السياق. لا، نكتب جنبه: لا حاجة للسياق فإنه مثالان. كلام ده مثالين مش مثال واحد. يبقى خبرا أو إيه أو أمرا. جاء عبيدي ده إيه يا أولاد؟ ده الخبر. فأكرمهم يعني فأكرم عبيدي، معناها فأكرم عبيدي، ده الأمر. فهمنا؟ وبعدد دي هنحررها. أو سلبا نفيا أو نهيا نحو ما خالفوا فلا تهنهم. مثالين: واحد في النهي والآخر في النفي. يبقى ما خالفوا لا تهنهم، يبقى ما خالفوا ده مثال، فلا تهنهم مثال آخر. فهمنا؟ يبقى نفك بقى الكلام ده المثال، هيا بنا نفك الكلام إلى قوة قضايا متعددة أو تعدد أفراده أو بعدد أفراده. أي جاء فلان وجاء فلان، اللي هو إيه بقى؟ المثال الأول اللي قال جاء عبيدي، معناها جاء العبد الفلاني وجاء العبد الفلاني وجاء العبد الفلاني وهكذا. فاللفظ العام هنا في قوة قضايا متعددة، والحكم فيه من حيث التركيب حكم على سبيل الكلية. وأكرم يبقى فأكرمه، يعني معناها أكرم فلانا، وأكرم فلانا. هنا برضك في حاجة سقطة، لازم يقولوا أكرم فلانا تاني، وأكرم فلانا، دي لابد بقى أن تثبت. وما خالف فلان وما خالف فلان، اتنين برضك. ليه؟ لأنها متعددة. ولا تهن فلانا ولا تهن فلانا وهكذا. فكل من هذه القضايا الشيخ خالد بيقول محكوم فيه على فرض
فرض فرض فرض دل بالمطابقة. وبعد كده بقى في اعتراض للقرافي عدوه لأنه هيشوش عليك، يبقى محكوم فيه على كل فرض فرض مطابقة. يبقى العبارة دي بتاعت مين من أولها لآخرها؟ الثمار اليوانع للأزهري. صفحة الجزء الأول، القلم ده خلص، فين الزبالة؟ لا ما تقرفناش، الأقلام كتير. يبقى 6 7 1 167 107 وإيه؟ و60. فهمنا يا مشايخ؟ وبعد كده بقى في بقى إيه؟ اعتراض من القرافي على إنه يدل على أفراده بالمطابقة. عديها. وبرضك ناقل الكلام ده منين؟ وأيضا نقل هذا الكلام منين؟ نقل هذا الكلام من الشيخ خالد الأزهري من أوله إلى آخره. الأزهري الثمار، والرد أيضا من الثمار. حلو، يبقى خلي جنبنا الايه؟ الثمار. صلحنا العبارة، فهمناها، ننتقل إلى غيرها. لا كل، يعني ليس مدلول العام كلا، يعني ليس الحكم فيه على المجموع، مثل قولنا أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، لأن هذا حكم على المجموع لا على الجميع، ليس حكما على كل فرد بأنه يستقل بحمل الصخرة العظيمة، إنما القوم تشاركوا في حملها من حيث هو مجموع. نحو كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة، لا هي مفرد أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، يبقى كله هنا طيب نجيب بقى أصل العبارة، بيقول لك لا كله المقابل جزء ليس مدلول العام حين الحكم عليه كلا، لأن الكل هو المحكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع، نحو كل رجل يرفع الصخرة العظيمة. طيب ماشي، يبقى اللي موجود في كتب المنطق أهل البلدة يحملون الصخرة العظيمة، هنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، لأن هنا بقى كل دي إيه؟ ليس معناها إن كل فرد فرد يحمل الصخرة العظيمة، إنما المعنى إنه هؤلاء القوم تشاركوا في حمل تلك الصخرة. طيب السبب هنا بقى لمن قال بأنه ليس كلا، لماذا لم يقل؟ قال لأنه لو قلنا بأنه هو كل هيتعذر يستحيل الاستدلال بالنهي على كل فرد. ليه؟ هقول لك لا تسرق، أو لا تسرق دي حاجة تانية، هنيجي نقول مثلا ايه؟ ولا تقتلوا النفس، فتيجي تقول ايه بقى؟ ليس الحكم بترك القتل حاصل على كل فرد، انما هو للمجموع، فانا مستسلم للمجموع، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هتيجي تقول والله دلالة هذا النص دلالة كل لا كلية، بمعنى إن الحكم حاصل فيه على يعني معظم الأفراد لا على جميع الأفراد، وحينئذ قد لا أكون أنا ممن شمله الخطاب، ولذلك أنا مستطيع ومش أحك، لأن هذا لا يشمل كل فرد، إنما يشمل المجموع لا الجميع. ولذلك علماؤنا وأئمتنا المجتهدون لم يزالوا يستدلون بالنصوص العامة
على كل فرد فرد فرد. فدل ذلك على أن دلالة العام كلية وليست كل، وليست كلي. وبعد كده قال ولا كلي، يبقى ليس مدلول العام كلي. ليه؟ قال له خلي بالك، أنا عندي في حكم على الأفراد وعندي حكم على الحقائق. العام الحكم فيه على الأفراد لا على الحقائق، الكلي الحكم فيه على إيه؟ على الحقائق لا على الأفراد. ولذلك يقولون الحكم فيه على الماهية من حيث هي بغض النظر عن أفرادها. يبقى أنا أحكم فيه على الماهية لا على الأفراد. مثاله إيه؟ يقول لك نحو الرجل خير من المرأة. يعني الرجل خير من المرأة؟ ده المثال الموجود في الكتب، يعني مش محدش يزعل، يعني حد يزعل ويقول لك حقوق المرأة وحروق المرأة وحموم المرأة، ما لناش علاقة بالكلام. الكتب بتقول احنا بنفسر، بس الزمان ده ممكن نختلف، نقول لك المرأة خير من الرجل. راضيين؟ حاجة جميلة، ويفرحوا وزارة، ما فيش مشكلة. المثال إنما أوتي به لتوضيح القاعدة الكلية، وده مثال، ولا يشح في المثال إلا صغار يعني الطلبة. الرجل برضك، الرجل معلش، الرجل خير من المرأة، ده مش حكم بقى، يعني الرجل خير من المرأة، يعني لو أنت قلت ده بقى من قبيل الحكم على الأفراد، يبقى فرعون خير من أمنا خديجة؟ ازاي؟ لا، هو بيتكلم على حقيقة الرجل من حيث هو وحقيقة المرأة من حيث هي، واخد بالك؟ فتلك الحقيقة أخير من هذه الحقيقة. ولذلك كأنه قال إيه بقى؟ حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، لكن لا يمنع هذا أنه يكون في النساء من هو أفضل من جبال رجال. ولذلك يقول لك ايه بقى؟ وكثيرا ما يفضل بعض النساء على كثير من الرجال. لا، ولا يخالف هذا الرجل خير من المرأة، لأننا نتكلم على الحقيقة من حيث هي، يبقى ليس كلي وإنما هو كلية. طب كلام جميل، خلصناه. ودلالته على أصل المعنى قطعية. يبقى احنا كده خلصنا المسألة الايه؟ المسألة الثانية في الدرس. نتحول إلى المسألة الثالثة، وهي دلالة العام على أصل المعنى. طيب، يبقى لما يجي يقول لك اقتلوا المشركين، ده المثال اللي في الكتب، يعني احنا ما مش عدوانيين، خلاص. اقتلوا المشركين، دلالة لفظ المشركين الذي هو من قبيل العام على أصل المعنى، خلاص. أصل المعنى هنا في المشركين أقلها ثلاثة. إن الرجل حري بالعمل. إن الرجل هنا الألف واللام ليست للعهد، يعني إن كل رجل، يبقى دي للعموم. طب دلالة الرجل هنا الذي هو عام على أصل المعنى، ده مفرد الرجل ولا جمع ولا مثنى؟ لا، ده يعني مفرد، يبقى دلالة الرجل على أصل المعنى اللي هو الواحد، يبقى يقصد أصل المعنى اللي هو إيه؟ اللي هو الواحد في المفرد.
والاثنين في المثنى والثلاثة في الجمع قطعية. يعني خلي بالك انه ان الرجل حري بالعمل قطعا المراد يعني دلالة الرجل على فرض واحد قطعية، ودلالته على كل الأفراد ظنية، احتمال يخصص. يبقى ايه لما نيجي نقول قطعية؟ قطعية يعني لا يحتمل التخصيص، يعني ما ينفعش ان انا كمان اشيل الواحد في المفرد او التلاتة في الجمع او الاتنين في المثنى، لانني لو ازلتها لصار نسخا. واحنا بنقول يبقى دلالة العام على اصل المعنى قطعي. يعني ايه قطعية؟ يعني لا يحتمل خروجه بالتخصيص، بل يظل يأتي عليه التخصيص شيئا بعد شيء إلى أن يبقى هذا الواحد في المفرد، وهذا الاثنين في المثنى، وهذا الثلاثة في الجمع. يبقى قطعية معناه إيه؟ معناه أنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص، بل التخصيص يقف عنده ولا يتخطاه، بل ينتهي إليه التخصيص. يبقى دلالته الضمير عائد إلى العام. يبقى دلالة العام على أصل المعنى، أصل المعنى اللي هو إيه؟ الواحد في المفرد. مثال: يا مشايخ إن الرجل حري بالعمل، يعني إن كل رجل. يبقى دلالة الرجل على واحد دلالة قطعية لا تخرج، لا يخرج إرادة هذا الواحد، لا يحتمل عدم إرادة هذا الواحد. الرجلان حريان بالعمل، صح كده؟ جديرون، يعني جديران أن يعملا. وإحنا قلنا أن قال هنا للإيه؟ قال هنا للعموم، ليست على ما سيأتي بقى في الشروط. وهل بقى العموم هنا عموم يعني كل اتنين اتنين، ولا عموم افراد كما يقال في المحسنين والمؤمنين؟ هيأتي الكلام على هذا. يبقى هنا لا يحتمل تخصيص الرجلين، بل يظل النص يرد على هذا النص التخصيص إلى أن يقف عند رجلين، لأن ده أقل إيه؟ المثنى. طب الرجال يبقى ثلاثة، يبقى هذه الثلاثة لا يحتمل خروجها بالتخصيص، بل يقف التخصيص عندها لا يتخطاها. يبقى دلالة العام على أصل المعنى إيه؟ قطعية. طب ودلالته بقى على كل فرض فرض، سيأتي الكلام عليها، ظنية، لاحتمال خروج هذا الفرض فيما عدا الواحد في الواحد، وفيما عدا الاثنين في المثنى، وفيما عدا الثلاثة في الجمع، احتمال يبقى مخصص، احتمال ألا يكون مرادا. وهو يعني هذا القيل وهذا القول منقول عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا محل وثاق، إلا أنه قد خص به الشافعي طبعا لجلالة قدر الشافعي. هنا بيقول لك لأنه قد اشتهر عنه إطلاق القول بأن دلالة العام ظنية، فعايز يصحح ما نقل عن الشافعي، يعني اشتهر عن الشافعي أن دلالة العام ظنية، فأراد أن يدفع هذا ويقول لا،
ده الإمام الشافعي بيقول إن دلالة العام على أصل المعنى قطعية. كلام اللي ورد عن الشافعي ده إن هو بيقول دلالة العام ظنية، ده فيما عدا أصل المعنى. ولذلك بيقول لك أهو: وحمله إمام الحرمين على ما عدا الأقل، فخصه المصنف بالذكر تنبيها على تقييد ما اشتهر عنه من الإطلاق. يعني كأنه عايز يدفع هذا ويقول: يا من فهمت معاني الشافعي رأيا مخالفا لما قيل، الشافعي يقول دلالة العام على أصل المعنى قطعية، ودلالة العام على ما عدا أصل المعنى ظنية، هذا كلام الشافعي، فلا تفهموا كلام الشافعي على خلاف ما أراده الشافعي. وعلى كل فرض بخصوصه، يعني الرجل حري بالعمل، يعني دلالة هذا الكلام على زيد من الرجال وعلى عبيد من الرجال ظنية، لاحتمال إن زيد وعبيد يكونا قد خرجا بتخصيص. قال: وعلى كل فرض بخصوصه ظنية، يعني دلالته ظنية. طب متى تكون قطعية؟ إذا قامت الأدلة على أن هذا النص لم يرد عليه تخصيص، يبقى حينئذ صار كل هذه الأفراد مراد، أو دل الدليل على أن هذا الفرض بخصوصه مراد من العام، يبقى هذا حينئذ دلالته على هذا الفرض قطعية. واخد بالك؟ وهو عن الشافعية، يعني هو وارد ومنقول عن الشافعية. وبيقول لك ما قالش عن الشافعي لأنه لم يصرح به الشافعي، إنما أخذه الشافعية من كلام الإمام استنباطا أو من قواعده. بيقولوا كده مقتضى قواعد الإمام الشافعي إنه دلالته على كل فرض بخصوصه ظنية، ما قالش، ما صرحش، لكنه في اجتهاداته، في تخريجاته، في استنباطاته يرد على هذا الأصل. يعني هذه الاستنباطات والاجتهادات إنما وردت على هذا، وهو منقول عن الشافعية وبعض الحنفية. قال لي بقى، قال لأن الفرض ده بخصوصه يحتمل التخصيص، حتى ولو لم يظهر له مخصص. ليه؟ قال لأنه ما من عام إلا وقد خصص. وعن الحنفية قطعية، يعني دلالة العام على كل فرض بخصوصه دلالة قطعية. يبقى كل فرض مراد حتى يأتي دليل يخرجه. طيب، وبعد كده قال بقى: وعموم الأشخاص يستلزم. يبقى احنا خلصنا هذه، انتهينا من هذه المسألة، مسألة سهلة، لكن بقى في الحجاج والأدلة في المطولات، لا، المطولات مطولات، أما هذا الكتاب فنحن قد التزمنا فيه الاختصار قدر الإمكان، لأن هذه أول قراءة لكم لهذا الكتاب. قال: وبيقول بقى: ويمتنع تفريعا على كلامهم، على قولهم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس دون الأول. ليه؟ لأنك بتقول إنه العام يدل على كل فرض دلالة قطعية،
طب ودلالة خبر الواحد ده ظنية، والظني لا يدفع القطع، والقياس ده ظني والظن لا يدفع القطع. يبقى دلالة العام على كل فرض عند الحنفية دلالة كما يقول الشيخ هنا دلالة قطعية لا تخصص إلا بنص قطعي، حيث إن الذي يدفع القاطع هو القاطع. أما إذا كان دليلا من خبر الأحاد أو القياس وهما من الظنيات فلا يرفع الظني القطعي. طب على كلام بقى الإمام الشافعي بيقول ده ظني، والظني قد يدفع الظني إذا كان الثاني أرجح من الأول وأقوى منه، حيث إن الظنون تتراجح، يعني ممكن نرجح ظن على ظن إذا كان ذلك الظن الذي نرجحه أغلب وأقوى من الآخر. ولذلك يقول دون الأول. طب افرض بقى قام دليل على إنه مفيش تخصيص من دليل عقلي، يبقى دلالته حينئذ تكون قطعية. يبقى والله بكل شيء عليم قام الدليل فيها على أن علمه يتناول كل شيء، سواء بقى كان موجودا كان معدوما كان إلى آخره. فقام الدليل العقلي على أن هذه الآية لم يرد فيها تخصيص، يبقى دلالة هذه الآية على كل فرد من أفرادها دلالة قطعية، على أصل المعنى قطعية، على كل فرد قطعية لقيام الدليل على إرادتها لكل فرد من أفرادها وهو دليل قطعي. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، ودي مهمة جدا. لما يجي يقول لك بقى إيه اقتلوا المشركين، معناه عامة في الأشخاص عامة في الأحوال العارضة للذات، يبقى يقصد بها إيه؟ الأحوال العارضة للذات. فكأنه بيقول له بقى اقتل زيد المشرك الأحمر وخالد المشرك الأبيض وإلى آخره. يبقى عامة الأحوال اللي هي إيه بقى؟ الشراح بيقول لك الأحوال العارضة للذات في حد ذاتها، من بياض، من طول، من قصر، من كونه منسوبا إلى الدولة الفلانية أو الدولة العلانية. يبقى لما يجي يقول لك اقتلوا المشركين يعم الأفراد، وإذا عم الأفراد اللي هي الأشخاص هيعم ها أوصافه، سواء بقى كان صغيرا أو كبيرا، كان يعني أبيض أو أحمر وهكذا. ما بيتكلمش على الأزمنة والأمكنة، بس خلي بالك إن الأمكنة من ضمن الصفات، فمقابلتها بالأحوال تدل على أن المراد بالأحوال ما عدا الأزمنة وما عدا البقاع. عموم الأحوال يستلزم عموم الأحوال ويستلزم عموم الأزمنة، فكأنه بيقول له إيه؟ في أي حال كان، في أي زمان كان، في أي مكان كان. يبقى إذا عمت الأشخاص عمت الأحوال وعمت الأزمنة وعمت الأماكن المعبر عنها هنا بالبقاع. ده أمر ضروري، يعني هذا التعميم تعميم ضروري. ليه؟ لأن الفرد لا يخلو عن الحال والزمان والمكان. قال لأن الأشخاص لا غنى لها عنها. يبقى إذا كان الأشخاص لا غنى لها عن المكان، لا غنى لها عن الزمان،
لا غنى لها عن الأحوال كانت مرادة. والمعنى أن جملة الأشخاص لا يجمعها حال واحد ولا زمان واحد ولا مكان واحد. طبعا المكان اللي أنت موجود فيه غير المكان اللي أنا موجود فيه، الحال اللي أنت فيه غير الحال اللي أنا فيه، بل لا ينفك عن الأحوال المختلفات الموزعة عليه ولا على الأزمنة. ممكن أنا أقابل المشرك ده الساعة 4 وأقابل المشرك ده الساعة 4 ودقيقة، والوقت الذي سأقتل فيه هذا المشرك يختلف عن الوقت الذي سأقتل فيه المشرك الذي بعده. فلو لم يستلزم عموم الأشخاص عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة لما وجد عام قط، يبقى مش هنعرف ان احنا نطبقه. يبقى القول بعموم الأحوال والأزمنة والبقاع هذا القول قول ضروري لتحقق عموم الأشخاص، حيث لا يمكن اني انا اطبق العموم في الأشخاص الا اذا كان ذلك موزعا على الأزمنة والأمكنة والأحوال. وكأنه لما قال اقتلوا المشركين كأنه قال كل مشرك على اي حال كان عليه، سواء بقى كان حربي كان زي كان الى اخره، في اي زمان كان واي بقعة كان. وبعد كده هذا العام مخصوص باهل الذمة وغيرهم مما قام النص على التخصيص فيه. وعليه الشيخ الإمام، وهذا الذي اختاره الإمام ابن السبكي كذلك اختاره والده التقي السبكي، وهو من كبار المجتهدين كما ترجم له ابنه في الطبقات ووصفه بذلك. وعليه الشيخ الإمام والد المصنف وكذلك الإمام الرازي. في مذهب آخر بقى في المسألة، لكن ده ليس مختار. وقيل العام في الأشخاص مطلق في المذكورات، يعني مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة، لا يشمل كل زمان ولا كل مكان ولا كل حال. وذهب إليه القرافي وجماعة من المتأخرين. ليه؟ قال لأن العام إنما ورد في الأشخاص ولم يرد في الأحوال ولا الأزمنة ولا الأمكنة. هو لما جاء ليه المشركين ما قاليش في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، إنما ذكر لي الأشخاص وأطلق فيما عدا، فيكون على إطلاقه. بس قالوا له طب وتعمل إيه بهذا الاستلزام الذي ذكره؟ يبقى كده مش هنعرف نطبق العام، لأن ده عموم بالاستلزام مش عموم بالوضع. عايز يقول له أنت حضرتك أنا معاك انك انت نفيت العموم بالوضع، لان ما فيش صيغه عموم في الاحوال ولا الازمنه ولا الامكنه، صح؟ لكن في عموم بالاستلزام، يعني يلزم من عموم الاشخاص عموم الاحوال والازمنه والامكنه، اذ لو لم نقل بهذا لما تحققنا من عموم الاشخاص. بعد كده بقى بيتكلم على مسألة تانية، المسألة التانية بتقول ايه؟ بتقول صيغ العموم، بيتكلم بقى على ايه؟ الألفاظ المستعملة في العموم. قال مسألة، يعني يتكلم فيها في صيغ العموم. كل من ألفاظ العموم كل، حتى ألف فيها التقي السبكي كتابا اسمه كل وما عليه تدل.
ده مؤلف طبع في مركز جمع الماجد، وهو موجود اظن هتلاقيه بي دي اف على كلام بقى يعني. ادي احمد تقي السكي رضي الله عنه وارضاه، لفظة واحدة بيألف فيها. امال ايه لو ألفت لنا بقى في بقية الصيغة هتعمل ايه؟ هتعمل مجلدات. كل انسان ميت يعني سيموت. طب ما ده عام، يعني كل فرد من افراد الانسان. يبقى كل، والذي والتي، الذي والتي ها وفروعهما اللي هم بقى ايه؟ الجمع والمثنى. والذي والتي كقولك اكرم الذي يحسن اليك. الذي يعني كل فرد، واكرم التي تحبك يعني كل واحده بتحبك اكرمها عشان الحب حلو. اي كل من احسن اليك. هي اصلها بقى والتي تحبك يعني وكل من احبك، ماشي. طيب هنا بقى في سؤال يقول لك فان قيل، ده مهم يعني حتى نفهم الموضوع. يبقى فهمنا الذي والتي ومثناهما وجمعهما بجميع اللغات كما في الزركشي. هنا بقى في اعتراض. ايه هو بقى الاعتراض ده؟ فإن قيل جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في الصلة أن تكون معهودة مشكل. العموم ده اللي هو ايه؟ خلي بالك انا عايز اقول لك فين بقى. الذي اكرم الذي يحسن اليك. حلو كده؟ الذي ده الايه؟ الموصول. الذي يحسن اليك دي الصلة. في الصلة هنا الذي يحسن اليك اشترطوا ايه؟ ان يكون معهود اهو اليك، فهي معهودة. طب ده المعهود مشخص والصلة، تقول لي كيف يعني نجمع بين هذا؟ فإن قيل جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في الصلة أن تكون معهودة مشكل. أجيب بأن العموم ليس في الموصول المدعى عمومه بل في صلته. أجيب بأن العموم ليس في الموصول. لا العموم إيه بقى؟ بأن العهدية. هات لنا كده هات كده الشيخ خالد. مع ان في رد اخر للعطار بس ناخد بقى كلام الشيخ الخطيب. احسن وكل من احبتك. واستشكل جعل الموصول من صيغ العموم مع اشتراط في الصلة أن تكون معهودة. وأجيب بأن العهد مش بقول لك مش العموم. أجيب بأن العهد مش العموم. هتلاقي في خطأ في المخطوط. يبقى هنا يا اخوانا أجيب بأن العهد مش العموم ليس في الموصول المدعى عمومه. يعني عايز يفرق، يقول لك انا بقول الموصول اللي هو الذي، والعهد ده فين؟ في الصلة.
يبقى الذي ادعيت عمومه لا عهد فيه، والذي ادعينا عهديته لا عموم فيه. يبقى الذي ادعينا عمومه لا عهد فيه، والذي ادعينا عهديته لا عموم فيه. واضح؟ يبقى غير بقى وأجيب بأن إيه؟ بأن العهد. غيروا الكلام ده، العموم اكتب فيها العهد، وديت الثمار اليوانع. أي حتى المحقق قال ذلك، دي أصلها الصبغة. ما تجيش بقى أن العموم الذي ليس في الموصول من دعوة بقى. لا ما تجيش. قال وأجيب بأن العهد ليس في الموصول، اللي هو الذي والتي ومثناهما وجمعهما وكل لغاتهما. المدعى عمومه بل في صلته. حلو كده. وقيد العهد فيها يعني في الصلة لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه. يعني هو كأنه بيبدأ عام، ولما يذهب إلى الصلة يصير خاص. يبقى كأنه لما بيقول لك أكرم الذي، هتفهم منها إيه بقى؟ كل فرد. لما تيجي بعد كده تقول بقى يحسن إليك، ما انت خصصته. يعني الذي كأنه كل فرد أحسن أو لم يحسن. ثم بعد ذلك لما قلت يحسن إليك يبقى خصصت الصلة. فهمنا كده يا أولاد؟ واضحة وسهل. ودي هدايا آخر يوم من رمضان، صح كده؟ خلاص كده. يبقى يحسن إليك تخصيص لكل فرد. طيب التاني بيقول لك ايه؟ والتي تحبك. يعني كانه بيقول لي اكرم التي، سواء بقى حبتك او ما حبتكش. بعد قال تحبك. يبقى تحبك دي ايه بقى؟ خصصت اكرم كل فرد. يبقى كل فرد سواء احب او ما احب يبقى خصصتها. ده كلام مين؟ كلام الازهري، الشيخ خالد الازهري. بل يخصصه. إلا بقى إذا كان الموصول، الموصول نفسه واقع على شخص بعينه، فيبقى ده مش للعموم. افهم معايا، لأنه أنا أريد منك أن تفهم هذا الكتاب. فهمت؟ الكتاب ده هو بوابة لبقية الكتب، بوابة بقى للمنتخب وللمحصول وللمعالم ولنهاية الوصول للصفي الهندي وهكذا. كل اللي بعد كده بقى هتاخد منه حجاج وهتاخد منه ايه؟ مناقشات. إلا أن يكون الموصول واقعا على شخص معين. فيجي يقول له إيه بقى؟ شوف المثال سهل أهو. أحسن إلى زيد. الله، الذي، الذي ده صفة زيد، يبقى وقع على شخص معين فلا عموم فيه. وهند، وإيه؟ ها؟ أحسن إلى هند التي، يبقى التي وقعت على شخص بعينه فلا عموم فيه. واضح الكلام؟ العطار بيقول لك إن عهدية الصلة لا تنافي العموم. كلام اختصار لكل الكلام ده. فإن قولك جاء الذي عندك، كانوا بيقول جاء كل فرد كان عندك، شامل لجميع من عندك. لا بس هو يعني جاء الذي، يعني جاء كل فرد، محكوم على كل فرد. بعد ذلك قال إيه بقى؟ عندك، ده تخصيص لي. طيب، على كلام الخطيب، كلام الخطيب واضح ونقله بتمامه وكماله من الثمار اليوانع. خلاص.
طيب بعد كده قال لي بقى، قال وأي وما، وأي وما الشرطيتان، يبقى دي واحد، يبقى أي التي تقع في الشرط، يبقى لها فعل شرط ولها جواب شرط، وما لها فعل شرط ولها جواب ايه؟ جواب شرط. وتقدم الكلام على ذلك في مبحث الحروف. والاستفهاميتان، يعني التي يستفهم بهما، يبقى يستفهم بأي ويستفهم بما. وأي وما الموصولتان، واضح كده؟ طيب هنا بيقول لك ايه بقى شيخ خالد وانت بتقرأ الخطيب يبقى معاك الشيخ خالد، بيقول لك وأي وما الشرطيتان، طب وفين بقى الموصولتان والاستفهاميتان؟ يبقى دي زيادة للشيخ الخطيب. وتقدمتا، يعني كأنه تساهل في حقهما لأنه تقدم الكلام عليهما في باب الايه؟ في باب الحروف، وتقدم الكلام على أمثلتهما. فإن قيل إطلاقهما اللي هما أي وما يقتضي أنهما عامان بكل معنى، يعني هو لما قال أي وما وأطلقهما ولم يقيدهما بالشرطية والاستفهام والاستفهامية والموصولية، دل ذلك على أنها متى وقعت في أي معنى من المعاني أي كانت للعموم، وأن ما إذا وقعت في أي معنى من المعاني كانت للعموم. فهذا الإطلاق يفهم منه أنهما عامان بكل معنى من معانيها، وليس كذلك. أما هو أطلقهما للعلم بهما لانتفاء، بيقول لك وأجيب بأنما أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ما ذكر. يعني أصل الكتاب مش موضوع للمبتدئين حتى يخاف من الالتباس عليهم، ده كتاب موضوع لمن يعني سمن في العلم وكبر. فبيقول له إنما أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ما ذكر، مثل أي الواقعة صفة لنكرة. تقولي بقى مررت برجل، أي رجل، يبقى أي هنا وقعت صفة لرجل، والرجل نكرة ولذلك لا تعم. فأي التي وقعت صفة لنكرة لا عموم فيها ولا يشملها هذا الكلام. فلما تيجي تقول مررت برجل، أي رجل، يعني رجل كامل في الرجولة، مواصفات يعني. أو وقعت أي حال، والحال ده المعرفة، ما بيعمش، ده وصف المعرفة فيتخصص بمعرفته. مررت بعبد الله أي رجل، هنا خلي بالك لما قلنا مررت برجل أي رجل، رجل دي نكرة، والنكرة لا يأتي بعدها حال، لأن احنا قلنا ايه بعد المعارف؟ ايه؟ أحوال. وبعد النكرات ايه؟ صفات. مش انتوا معانا ولا مش معانا؟ اهي نحوه. طيب فلما يقول لك مررت بعبد الله اي رجل، لا تبقى اي عشان ابن الحل. طيب بعبد الله اي رجل، يعني حال كونه كاملا في صفات الرجولة. فأي هنا في تأويل مشتق، كما يقول يعني صاحب المغني، مغني اللبيب مش مغني المحتاج،
وما تقع أيضا نكرة موصوفة أو نكرة تعجبية. التعجبية زي إيه؟ ما أحسن زيدا. ما هنا مش عام، ده هنا ها عبارة عن إيه؟ نكرة، لا دي تعجبية مش نكرة، دي ما تعجبية هنا. ما أحسن زيدا يعني هناك شيء حسن زيدا، بيتعجب منه. طيب، وما طبعا نكرة موصوفة زي كل اللي بتجينا بقى في كتب الفقه في التعاريف، ما بنقول عليها ايه بقى؟ نكرة، واخد بالك؟ ودي قلناها كتير. ثم بعد ذلك انتقل للكلام على صيغة اخرى، قال ومتى. متى تأتي للزمان المبهم، يبقى متى للزمان، ويشترط فيه أن يكون مبهما كما قاله ابن الحاجب وغيره. طيب، كلام جميل. استفهامية، يبقى إذا كانت استفهامية، متى، متى تجيئني، يبقى دي استفهامية. فكانوا بيقول له إيه بقى؟ في أي وقت من الأوقات تجيئني، متى جئتني أكرمتك، يعني في أي زمن من الأزمان، من الأزمان ها أتيتني أكرمتك. طب إذا كان بقى متى في الزمان غير المبهم، هل تعم؟ لا. بيقول له ايه بقى؟ متى زالت الشمس تأتني، لا يقال هذا. ليه؟ لأنه زمن زوالها غير مجهول، ده معلوم، ولذلك لأن زمن زوالها غير مبهم. بل حينئذ إذا زالت، تقول حينئذ، لو عايز أقول بقى إذا زالت الشمس، يعني تأتني إذا زالت الشمس، ولا تقل متى زالت، لأن متى دي إيه؟ ظرف زمان مبهم. وخرج بالمبهم غيره، فلا يقال متى زالت الشمس تأتني، وأين. وهي مشايخ وأين للمكان في الاستفهام، يبقى أين ديت للمكان، وللشرط تأتي للمكان وتأتي للشرط. أين كنت، يعني كأنه بقول له في أي مكان صرت، كنت فين، في أي مكان، يبقى هذه للعموم. وأين تجلس، أجلس شرطية مكانية، يعني في أي مكان تجلس أجلس معك. وحيثما للمكان في الشرط، حيثما تجلس أجلس، يعني في أي مكان تجلس أجلس. ونحوها، يعني ونحو هذه الصيغ مما يدل على العموم في اللغة، يبقى ونحوها يقصد إيه؟ نحو هذه الصيغ مما وضع في اللغة للدلالة على العموم والاستغراق. قال كجمع الذي، الذين، والتي، واللاتي، واللائي، وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة، وكل ذلك تقدم في باب الحروف. ولو جاءت من في موطن لا تفيد
فيه العموم إنما كان ذلك لوجود قرينة دالة على عدم العموم. مثل إيه بقى؟ يقول لك مررت بمن قام. طب ما هو ده وجدت القرينة إن أنت مررت. المرور ده إنما يكون بإيه؟ بمعين. مررت بمن يعني بشخص قام، أو مررت بأيهم قام. يبقى القرينة فين يا أولاد؟ المرور، لأن المرور معين، عرض حال في زمان ومكان معين. وبعد كده بقى استشكالات وردود، واحنا عايزين يعني عايزين نعدي. بعد كده يتكلم على مسألة لطيفة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وغفر الله لكم ذنوبكم وأصلح لكم عيوبنا وعيوبكم. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.